ما بفتكر انا انه الوضع يلي موجودين فيه، الوضع الشاذ يلي الدوله اللبنانيه موجوده فيه بين سلاح الجيش اللبناني وسلاح حزب الله يؤدي الى تشريع هذا السلاح من قبل سيد كرتي. ما بقدر اتفهم ابدا ولا بموضوعيه ولا بغير موضوعيه كيف نقدر نقول عن رئيس مجرم ورئيس ترأس نظام قتل ودبح ودمر وكسر كل مفاهيم العيش المشترك في لبنان، نقدر نقول عنه انه هذا حرام او منه قادر يعمل تغيرات.